السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير، حياكم الله. اليوم نحن في احد اجمل الاطلالات على مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قبيل غروب الشمس. نحن اليوم في يوم 25 رمضان، يوم الثلاثاء، ليلة 26 من شهر رمضان، وهذه الاطلالة الجميلة على مسجد قباء، اول مسجد بني في الاسلام. نحن الان حنتجه الى مسجد قباء عشان نحضر الافطار باذن الله تعالى. باقي على الافطار تقريبا قرابة الربع ساعة، بس حبينا كذا نعطيكم هذه الإطلالة الجميلة. يا سلام ولا أروع، إن شاء الله كذا يوم حنجي ونعطيكم كذا تفصيل للمعالم الموجودة في هذا المكان ما شاء الله تبارك الرحمن. بس نحن الآن عشان نلحق نعطيكم كذا ختامية، أبيات شعرية. يقول الشاعر: من طيبة أشرقت بالليل أنوار، ولاح منها لأهل الركب أسرار، تمايل الركب لما هب ريح قبا، كأن ريح قبا للركب خمار، يا سعد رفقا فقد فزنا بكل منى، هذا حماهم وهذا الربع والدار، هذه الديار التي يحمى النزيل بها، نعم الديار ونعم الأهل والجار. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه إطلالة شبه كامل على مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والآن نتجه إلى مسجد قباء، خلوكم معنا. وهذه إطلالة على سوق بركة المدينة مع مسجد قباء. خلاص الآن نكمل طريقنا، ما شاء الله منطقة جميلة ما شاء الله. يلا خلينا نلحق الإفطار يا شيخ. الله، حي الله الشيخ، الشيخ ساري إبراهيم هو اللي دلنا على المكان. فين المكان ما ندري، الله أعلم. خلاص خلاص يجي عند الشيخ هنا، ما شاء الله عنده تصوير. شو الكاميرا، خلاص كاميرا احترافية، عنده لقطات وعنده انستغرام ما شاء الله. طيب لعلنا نضع لكم الانستغرام تمام، تابعوه حياكم الله. يلا الآن نتوجه إلى مسجد قباء، نلحق بسم الله. يلا نراك على خير الشيخ، بروح بيفطر في بيته ما شاء الله، ساكن قريب من المنطقة هذه، فهو ما شاء الله عارف أسرار المكان. وهذه سوق بركة المدينة. يلا نشوف كم باقي على الأذان. إن شاء الله إنه يكون مانع الاهتزاز شغال، لأنه يدي جالسة تروح يمين يسار. طيب باقي على الأذان 11 دقيقة، الحمد لله نصل بالراحة، بس عسى ان شاء الله نحصل لنا مكان مطب. ما شاء الله. طيب لعلنا نأتي من البوابة الغربية، كنا دائما ندخل من البوابة الشرقية، ولا لا خلينا ندخل من البوابة الشرقية، لأنه البوابة الشرقية فيها فعالية أكثر. طبعا في بعض الناس زي ما تلاحظوا يجيبوا سفرهم ما شاء الله، يجيبوا افطارهم معهم. جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يجزاك خير. لا خلاص مو مشكلة، على بال ما نجلس تكون خلاص سخنت ما شاء الله. السلام عليكم. كثيرة منتثرة على الأرض، الحمام شكله اليوم يعني صائمين عشان كذا ما أكل. أهو في مجموعة من الطيور بس بسيطة جدا، والأكل اللي محطوط على الأرض صراحة هذا نعمة، لازم الطيور كلها تجي الآن تفطر. إذا نحن الآن أصبحنا في المنطقة الشمالية لقبلة المسجد، أو يعني عكس القبلة، مصليات النساء. شعور جميل لما تفطر
في المسجد النبوي أو في مسجد قباء أو في مساجد المدينة بشكل عام. نحن غطينا لكم أكثر من مسجد وفطرنا في أكثر من مسجد، والآن يعني خلاص ما باقي إلا أيام بسيطة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا أنا يوم الجمعة إن شاء الله سأغادر المدينة إلى جنوب المملكة لقضاء إجازة العيد هناك، فوالله في حزن على فراق المدينة، لكن هذه مقتضيات الحياة، لازم السفر هذا لا بد منه، شيء لا بد منه. هذه السفر اللي هناك ما شاء الله اللي صورناها من قبل ما شاء الله، اليوم أو الأيام هذه في زيادة ما شاء الله، في إقبال زائد على السفر. ما أدري هل نجد مكان لنا ولا ما نجد. عموما نحن حندخل كذا حتى لو ما وجدنا، أهم شيء نصور لكم. طيب ما شاء الله يكون الدخول بكمامة، ما جبت معي كمامة. طبعا خلاص توكلنا، هذا لغو أو لغو، بس خلينا نحط المدارس هنا الله يكرمكم وندخل لجوا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، تبارك الرحمن. خلينا ندخل من هنا أحسن. نسأل الله أن يتقبل من الجميع يا رب. طبعا الإفطار المتعارف عليه، ما يحتاج كل مرة نذكر لكم الخبز، خبز الفتوت أو الشريك، أو عندنا كمان الزبادي والدقة والموية، هذه وجبة الإفطار ما شاء الله. طبعا هذا التصوير الثاني لنا في شهر رمضان، صورنا لكم من قبل تصوير سابق وهذا التصوير الثاني. نحن الآن المساجد الكبرى شوي نحاول نعتني بتصويرها أكثر من غيرها. وهنا العمدة ما شاء الله، دار باري عبد الرؤوف. ما شاء الله أجواء ما شاء الله جميلة. القهوة أيضا حاضرة ما شاء الله، الضيافات موجودة، بيضيفوا أي أحد يجي يمر بجوارهم بيضيفوا، ما بيقصروا معه ما شاء الله. بس باقي دقائق بسيطة على الأذان ما شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الدقائق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا وييسر أمورنا ويشرح صدورنا ويوفقنا لكل خير ويصرف عنا كل شر، وأن يعطي كل واحد منا سبله. يا رب أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أكرمنا بكرمك يا رب، واختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك ما شاء الله.
الجميع في هذه الدقائق يلهج بالدعاء إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يستجيب دعاء الداعين وأن يقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم يا رب يا كريم. هذه أيضا إطلال على السفر. سبحان الله في ظاهرة غريبة يعني دائما تحدث في كل شهور رمضان اللي هو التمر. التمر عادة لينشر أو يعني ليوضع في السفر تمر ما هو من المدينة، تمور القصيم، وما هو نقص بتمور القصيم، لكنه يعني الأحرى دائما ليوضع شيء من المدينة. تفضل. ايش تبغى اجيب لك؟ تمر 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 تمر، اعطينا تمر. لا تمر تمر، ابغى تمر خلاص. بس يا عم كلها سلسله تطيح سلسله. اجيب لك انا الكيسه، اجيب لك انا وعم نظيف. اديني مويه. بسم الله. خلاص في مويه. طيب ماشي الله يجزاك. تفضل حجي. بسم الله معليش. امين يا رب اياكم. خلاص دقائق يسيرة على الأذان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ. يا مرحبا، اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيبين؟ يا اهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا. الله يبارك. خلاص خلاص معي مويه، تعالي انزل مع الجماعه اللي هم. طيب ما شاء الله، حتى في هناك مجموعه تجد سفر باذن الله. ما شاء الله، الله يجزاهم خير. ما شاء الله جايب، ما شاء الله، الله يتقبل من الجميع. خلاص نجلس هنا. Thank you.